اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك المشي كانت مزيانه، كنا رابحين بواحد زيرو، وانت شي واقيلا لك كنتي تفرش شي الهدف كيفاش جا، شمتونا كما كنقولوا باللغه ديالنا وبقينا لاعبين كره ما بغاتش، ونتمنى نعوضوا في المباراه اللي ما جاي ان شاء الله، وعندنا دري مزيانين وباقي المشوار طويل ان شاء الله، هذه بدايه. واش اللعابه واش باقي اللعابه ما باقي وقعوا ما وقعش بيناتهم ذاك الانسجام، ولا حيت بان ليا حيت باقي الدراري باقي ما منسجمينش، واش بالعكس الدراري حنا من العام اللي فات الاغلبيه مع بعضنا من العام اللي فات كنعرفوا بعضنا مزيان، كيبقى الحظ وصافي، انت الشيء لا حسبتي على راسك شحال محاوله ما دخلاتش. هذا مسألة تسرع ولا ماشي تسرع؟ بالعكس كتبغي باش تربح كتبغي تفرح الناس ديال النادي هذايا، ولكن ما بغاتش، نتمنوا دبغينا مره اخرى ان شاء الله. شكرا.